فاجأ العالم كله. رد بحمل رسائل إلها مغزى لبعدين. وضعوا قواعد اشتباك جديدة. كيف بدي أقول لك؟ أعتقد أنه كفل التمادي الإسرائيلي، نفس الوقت تشكيل محور مقاومة فعلي، والأيام الجاي حبلة بالأحداث. كلها هذه تمثيلية، كلها تمثيلية، إلها 40 سنة هذه التمثيلية شغالة. هذول الكبار برسموا وبعملوا، واللي هم بدهم إياه هو اللي بصير، مش الناس البسطة. إحنا زي ما بيحكوها ناس بسطين، ما بنفهم في الأبعاد السياسة ولا بالسياسة، إلا مسرحية مش مسرحية في النهاية ما بيعنينا، لا راح يأثر علينا لا إيجابي ولا راح يأثر علينا سلبي، لأنه هذا موضوع خارجي وإحنا ما إلنا فيه. يعني هي إيران يعني أول شيء خبرت أمريكا وخبرت إسرائيل، شو اسمه، إسرائيل معها خبر، وكل كل الأردن معها خبر، والكل معها خبر، فهي يعني كانت الضربة هذه بس مشان تحفظ مواجهها، بس مش أكثر من هيك يعني. يعني إحنا بدنا نقع في السياسة، أنت عم تحضر مسرحية وراها مسرحية وراها مسرحية وراها مسرحية، بني آدم العادي صعب يا عم يتبع، هذه كلها مصالح. فيش الحكومات الموجودة اليوم بس مصالح، لا بهمها شعوب ولا بهمها بس مال. أنا برأي ردة فعل طبيعية يمكن متفق عليه، بس بظن انه من حقهم يعني انهم يعني ضربت القنصلية كأنها ضربت طهران، يعني هي اعتداء على السيادة، فردت فعل متوقعة وردت فعل مناسبة، وبصراحة فاجأوا الكل. مزبوط ما كان لها الصدى، بس وصلوا لوين ما كان، يعني هذا مؤشر كبير.